قبل ما امتحان الفسيولوجي كل الناس بتسأل هننظم وقتنا ازاي واحنا ممكن نذاكر ازاي. طبعا انتوا عندكم برانشات كتيرة، يفضل ان الصبح لازم تبتدي بالبرانش الاصعب، يعني البرانش اللي انت عايز تركز فيه، يعني مثلا السي في اس. لو انتوا عايزين رأيي مثلا، هنبتدي من بكرة المذاكرة يوم الاربع، اخد الاربع كاردياك بروبرتيز، اخدها على يوم ما اخدش حاجة تانية، ده الصبح. اجي بالليل اعمل مثلا اوتونوميك، لان الاوتونوميك اسهل. اجي يوم الخميس اعمل الجزء اللي هي بتاع الكاردياك سايكل، هارت ساوندز وبالس. ودايما لما تاخد جزء خد الجزء كله على بعضه، يعني مش هقول كاردياك سايكل بس، لان كاردياك سايكل، هارت ساوندز، بالس اللي هي الجاجولار فينوس بالس او اللي هو الراديال بالس، الجزء ده مرتبط ببعضه فهاخده الصبح. اجي بالليل خميس بالليل هاخد النيرف. اجي يوم الجمعه، يوم الجمعه انا عندي الاي سي جي هاخده وبس، اي سي جي النورمال واريزميا. هاجي بالليل هاخد الجزء الخاص بالبلد اللي هو البلد العادي، بلد جروبس، بلازما بروتينز، المواضيع العاديه، الكلوتينج، الهيموستيزس، بلازما بروتينز، الحته دي. هاجي يوم السبت هاخد كاردياك اوتبوت والكيرفات بتاعته والكاردياك ريزيرف. هاجي السبت بالليل هاخد وايت بلاد سيلز وهنوفر لها نص يوم كامل، لان طبعا كل الناس ما كانتش مبسوطه قوي بالوايت بلاد سيلز قبل امتحان الاسسمنت فعايزه تقراها بتركيز. هاجي يوم الحد الصبح، كل الكلام ده لسه السي في اس معايا، هاخد البلاد بريشر بكل ملحقاته، بلاد بريشر، الهاموريدج، الشوك، السنكوب، الهايبرتنشن، كلهم واحده واحده ما تتجزأش، هاخده لحد الصبح. هاجي بالليل هاخد جزئيه ثانيه ريسبيريشن، هختار جزء من الريسبيريشن بحيث الريسبيريشن يبقى معايا يوم الحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث، حد واثنين وثلاث، او تخلصوا على يومين زي ما انت عايز، وتخلي يوم الثلاث مراجعه شامله لكل الفسيولوجي، يعني كل واحد وطريقته. في ناس تحب تراجع مرتين وناس تكتفي بمراجعه واحده فقط. اكمل اليوم اللي بعده ناقص لي السيركيوليشن، بالطريقه دي ابقى انا دايما السي في اس مثبته الصبح. طبعا في نقطة مهمة، كل جزء انت بتذاكره من اللي احنا قلناه على مدار الايام لازم تحل عليه سؤال نظري. يفضل السؤال النظري اللي انت هتحله، طبعا من ملزمة الامتحانات لابد ان انت تحله كتابة. ايه الفكرة؟ تتعود على السرعة، ولازم السؤال لمدة معينة بتعرفها، بتقسم مدة الامتحان الساعتين القاسي بتقسمهم على الأسئلة، فالسؤال ما يزيدش عن 8 إلى 10 دقايق، لأن الأسئلة دكتور فاتن بتجيب الأسئلة القصيرة، فلازم تكون عارف تجاوبها إزاي. خلصت الجزئية دي، الإم سي كيو قدامك طريقتين، ممكن تحل إم سي كيو يوم الثلاث ليلة الامتحان، تحل إم سي كيو على الأجزاء اللي أنت عايزها، لأنك لو عايز تعمل إم سي كيو ونظري وتذاكر الموضوع كل الكلام ده في فترة معينة ممكن يبقى اوفر لود عليكم، فده اللي انتوا هتعملوه بتقسيم الوقت. ناقص نقطة مهمة، امتحان النظري هو 3 ساعات، الساعة الأولى بتبقى ام سي كيو فيها 65 جملة تقريبا، والساعة ساعتين التانيين بيبقى فيهم نظري. تخلص الام سي كيو بعد تقريبا ساعة الا ربع او 50 دقيقة، من حقك تسلم ورقتك لو انت واثق وتاخد الورقة بتاعت الاسم. لا، في حاجات شاكك فيها بتفضل لغاية اخر وقت الام سي كيو، وبعد ما تخلص الام سي كيو تماما النظري هنقف معاكم في المراقبة، هتسألونا لمدة 10 دقايق، اي حد عايز يسأل اي حاجة بيسأل، بعد كده الموظفين بيكملوا معاكم المراقبة، وفي النهاية بالتوفيق للناس كلها.